السوق حاليا بتتجاذب. من بداية التاريخ البشري كانت الحروب دي دائما مصدر للمعاناة والدمار. في كل صراع كنا نتعلم دروس مهمة، وفي حربنا في السودان تعلمنا دروس كتير. من الدروس دي روح الترابط الاجتماعي، والحاجة دي ظهرت بعد المعاناة اللي عاشتها الناس من انعدام أبسط مقومات الحياة زي الكهرباء والموية والأكل وغيرها. من قبل كده نحن قاعدين نشرب الموية، يعني الشعر الواحد لكل شخص 1500 جنيه لكل خشم الماسورة. وزي ما شفنا في المطابخ اللي بتكون في مختلف مناطق السودان، وبرضو زي ما شفنا في المبادرات اللي بتقوم عشان تساعد وتعين الناس، وزي ما شفنا من حسن وكرم وضيافة أهالين في الولايات. أيوة في تجار أزمات واستغلال كبير، لكن ديل ما بيمثلون. ولو جينا لنقطة تانية الناس عرفت قيمة النعمة، ودي لأن الزول ما بيعرف قيمة الحاجة إلا لما نفقد الحاجة. فالناس عرفت قيمة النعمة بعد ما فقدت النعمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده يملك قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. والنعم صورة كثيرة: أمن وأمان واستقرار وسلام، ولو بدينا نعدد فيها ما حنخلص. لكن باختصار كده النعم هي كل ما ينعم بها الإنسان من خيرات. فنجي لنقطة ثالثة، أهمية السلام. السلام ده نعمة عظيمة بيجيب الطمأنينة والاستقرار للمجتمعات والأفراد، فالحاجة بتعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. فالسلام عنصر رئيسي في تطور أي بلد. التعليم وما أدراك ما التعليم. إذا قلنا في كلامنا الفات إنه السلام عنصر رئيسي في تطور أي بلد، فالتعليم هو العنصر الثاني الرئيسي في تطور أي بلد. الحرب لما قامت أغلب المدارس والجامعات وقفت، فبالتالي التعليم وقف. الإحصائية بتقول إنه أكثر من 18 مليون طفل سوداني خارج التعليم من بداية الحرب. مستوعبين الرقم ده معايا أنتم؟ لو ما مستوعبين حابب أوريكم إنه ده تلت التعداد السكاني السوداني. لكن أهم درس تعلمناه في الحرب دي هو يعني شنو؟ الوطن. الموطن أو الوطن هو المكان اللي بنولد فيه والإنسان بيعيش فيه وبينتمي له. هو الأرض اللي بيربط الناس بقيمهم وتراثهم وثقافاتهم، وبيعبر الوطن عن الهوية والانتماء، حيث بيشعر الواحد بالانتماء العاطفي والجغرافي لهذه الأرض، بيشعر فيه بالأمان والاستقرار. الإحصائية بتقول إنه أكثر من 12 مليون سوداني ما بين نازح ولاجئ. أعز مكان وطني السودان. بس صراحة الوطن ما بيتوصف بالكلمات، بيتوصف بالشعور. الناس عرفت قيمة وأهمية الوطن لدرجة إنه الواحد بيتذكر أبسط تفصيلة في حياته لما كان في استقرار، حتى لو ما كان في استقرار يعني، لكن الناس كان مجازفة. وزي ما قال سيد خليفة: أنا بفخر بك يا وطني، بالروح أفديك يا وطني. بس يا أخواننا كله خير، عموما كده أمر المؤمن كله خير. في النهاية لكل ابتلاء وامتحان من ربنا، فلازم علينا انه نصبر عشان نجتاز الامتحان ده وننجح فيه. عشان كده بتتجازف. السلام عليكم.